ماشي كامله الاغلبيه لا بلوبار وجبنا في الحقيقه كثار من 17 مقعد ولكن دوك الملغات اللي كانوا تقريبا شي 4000 صوت وهل يعقل 4000 صوت يتلغاو لنا في انتخابات جماعيه ورغم ذلك ونقول لهذيك الماكينه المفبركه او ديك الفبركه راه انتهى الوقت ديالها 2009 مشى و2010 مشات و2011 جا باش سمع سمع مزيان سمع سمع انا غنجاوبك انا لست خجولا عندما استمع لسؤال اجيب عليه وانا اجيبك انا غنجاوبك دابا نيت 2009 جبنا احنا اول هيئه سياسيه على صعيد المدينه وعلى صعيد العماله وبهذا الشيء توج الحزب ديالنا بثلاثه الجماعات رئاسه ثلاث جماعات جماعه بني خلف جماعه سيدي موسى مجدوب وجماعه الشلالات هذو الرئاسه دينا حنا والعدد ديال المقاعد حنا الاولين اللي تصدرناها وكذلك في المحمديه حنا الاولين ولكن بقدره قادر انتقلت ومشات لواحد الجهه قلنا مزيان يلاه في مصلحه البلاد ومصلحه كذا وهذا ما كاين حتى شي مشكل حنا غادي نديروا المعارضه المواطنه واعلنا على ذلك في جلسات عموميه باننا سوف لا نعارض كل مشروع تنموي لهذه المدينه واعلنا على اسم المعارضه وقلنا فانها معارضه مواطنه من اجل التنميه ومن اجل المشاريع البنيويه لهذه المدينه فاذا تفاجأنا بعدم الكفاءة بعدم الإنصات بعدم الإصغاء باتخاذ القرار الوحدوي باتخاذ القرار الانفرادي بتدبير البلطاجي بتوظيف بلطاجة بتوظيف ذوي السوابق الإجرامية بكذا حتى صار المواطن لا يعرف لا يعرف إدارة الجماعة في المولات كاينة هذا واقع هذا واقع بمدينة محمدية وأكثر من ذلك الهرم الإداري لجماعة المحمدية قد انهار بسبب ماذا؟ بسبب السلوكات المشينة الموظفين أطر ومساعدين ومستقنيين محمدية كانت تمتاز بأطر جيدة وبموظفين جيدون الآن الآن متألمين ممكن بعض الأشخاص يجاملون المكتب الحالي ولكن انا واثق منهم وعارف وبعض الناس كيجيو يتشكوا عليا يوميا من تصرفات ديال هذا المكتب الحالي ومن هذه التصرفات اللي هي غير مسؤوله وهاد الناس اليوم هم متالمين من هذه الحقره ومن هذا الشيء اللي وقع بهذه المدينه وبهذه الجامعه حنا اش كنشوفوا في هذه الجامعه اش كنشوفوا في مدينه محمديه ما كنشوفوا حتى شي حاجه ديال الانشطه الثقافيه ديال الأنشطة الرياضية ديال الأشياء اللي هي يلامسها المواطن يوميا ما كنشوفوهاش اش كنشوفو كنشوفو العمارات اير بلس 8 اير بلس 10 البارك مشى فحالو اللي كنا كنفتخروا به بارك اللي هو واحد اللي كان عندنا وعدنا واحد المتنفس بيئي والمتنفس كنتباهاو به في المدن الاخرى اصبحت عمارات ديال اير بلس 10 ولكن الغريب هو هذا الرئيس يرخص لنفسه اير بلس 10 واير بلس 8 والاخرين حتى شي واحد ما عنده اير بلس 8 الا هو هل هذا يعقل هل هذا تصرف موضوعي هل هذا تصرف قانوني هل هذا يعني تصوب واحد البلان داميناجمو على المقاس هل هذا هذه تساؤلات من حقنا ان نلقيها هل هذا هو يعني استثناء للرئيس كونه كرئيس بلديه هل هذا اشنو هذا هذا بغينا نعرفوه وغادي نعرفوا هذا الشيء يوم 4 سبتمبر غادي نعرفوا هذا الشيء غادي يوم الحسم ويوم الحساب ويوم الحكم هذا النهار غادي المواطنين سوف يصدرون حكمهم على هذه التصرفات الغير المسؤوله خلينا نرجع لك 2009 وما شبه من انتم كحزب في الحكومه واش ما كتدافعوش على المشروع اللي كاين دابا ديال الحزب اللي تصدر لوائح انتخابيه تخرج منه الرئاسه مباشره بدون اللجوء للتصويت باش اش من الرئاسه هذه رئاسه المجالس البلديه اللي عندها اللوائح شوف حنا الان انتم كحزب شوف غادي نعطيك دابا واحد الجواب حنا اول حزب في المجتمع المغربي الذي اعد
الميثاق الجماعي في 1996. أنا ذاك سي أحمد عثمان كان الوزير الأول بالمغرب، هو من أخذ والمجموعة ديال الأطر أخذوا المبادرة وجاءوا بالميثاق الجماعي الجديد الذي اشتغل به المغرب منذ 1976 إلى 2002. تم التعديل والتتميم دياله في مفهوم جديد للسلطة الذي نادى به صاحب جلالة الملك نصره الله. جوابا على السؤال ديالي، نعم، انتم كحزب غادي تدافعوا على المشروع؟ نحن ندافع على كل ما هو شيء إضافي يأتي بقيمة مضافة إلى الميثاق الجماعي. نحن في حزب تجمع الوطني الأحرار جميع المناضلين والمناضلات عبر الأقاليم يبعثون إلى القيادة باقتراحاتهم وبتشاورهم، فالحزب يأخذ آراء الجميع كي يسوغ القانون ويسوغ وجهة نظر دياله فيما يخص الميثاق التعديل دياله. دابا نحن الآن نطالب بالتصويت باليد فيما يخص الرئيس، كذلك نطالب بالشفافية الكثيرة والكبيرة، نطالب بهذه اللائحة اللي قلتي لنا لا هذا يعني هذا اقتراح اقترحناه احنا لوزارة الداخلية، اقترحنا احنا في الاول هذا مشروع. احنا كنتمناو في هذا الشيء اللي غادي يصوت عليه البرلمان المغربي ان ياتي بما ينتظره الشعب المغربي من شفافية ومن ديمقراطية. نحن مسرورين جدا بالاداء ديال الوزراء، ولهذا قلت في كلمة نحن اصحاب التدبير الاقتصادي والاجتماعي، نحن أصحاب مشروعية التدبير والاقتصادي ونحن سوف نمضي في هذا المنوال. وشكرا للجميع. تقييمكم لهذا الحشد الجماهيري الشبابي بمدينة المحمدية، واش هو كيحمل واحد الرسالة خاصة من خصومكم السياسيين؟ أولا هذه رسالة ل ماشي للخصوم، أنا كنقول المشاركين السياسيين، لأنهم بالفعل يقولون أشياء تضليلية، يقولون أشياء. بالأمس سمعت كلام يقول أنا كان استغرب الإنسان ما عندوش النضج السياسي يقول كلام لدوك الناس اللي كيجاملوه بأنه العطواني ما عندوش تزكية. راه أنا اللي كنعطي التزكية الشريف البليد، أنا اللي كنعطي التزكية، راه أنا اللي كنمثل الحزب بمدينة المحمدية. راه سمعتيها قالها الوزير بطريقة مشفرة، ولكن أنا نقولها بواضحة. كذلك التضليل والكذب، قال لك هنا الناس عطيناهم فلوس، هاد الناس هادو عطيناهم فلوس، اللي كيعطيو الأسئلة المحرجة والأسئلة العفوية، واش هادو عطيناهم فلوس؟ هادو عطيناهم الثقة ومازال غادي نعطيهم الثقة وغادي ناخذ منهم الثقة، وبالثقة غادي يمكننا نغيروا وغادي نغيروا الفساد وغادي نجيبوا مجلس اللي قادر يسير هذه المدينة بأمانة وباحترام لجميع ساكنة هذه المدينة. العطواني بصفة رسمية ترشح للانتخابات القادمة؟ أنا شوف أنا مرشح، أنا في الحقيقة التزمت مع الساكنة وأنا مستمر في التزامي مع ساكنة المدينة. أنا ألتزم من أي موقع كنت في الانتخابات أم لكون في الانتخابات فإني ملتزم. أنا بالأمس وقفنا من خلال الجمعيات المدنية، وقفنا أمام السفارة السفارة الفرنسية بالرباط تنديدا ما وقع من عري في ساحة صومعة حسان، وإرسال رسالتنا للجميع بأننا مجتمع متماسك، مجتمع يؤمن بالوطنية ويؤمن بالدين ويؤمن بالملك. نحن هكذا وسوف نستمر دفاعا على هويتنا يوما وغدا ومستقبلا. شكرا على الكلمة ديالك.